وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. وخلال استقباله وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بحث الرئيس السيسي مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية. بل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد هاكان فيدان وزير خارجيه تركيا بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه اللقاء تناول التباحث بشان مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين، والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي من ناحية أخرى تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة واتخاذ اجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار وفي هذا السياق أعرب الجانبان عن القلق البالغ نتيجه تردي الاوضاع الانسانيه في قطاع غزه، مع تاكيد ضروره توفير النفاذ الامن والعاجل للمساعدات الانسانيه الى اهالي القطاع، وعدم تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع او تهجير، وثمن وزير الخارجيه التركي في هذا الصدد دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الانسانيه والاغاثيه من جميع الدول والمنظمات الدوليه المعنيه الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزه. في حين شدد السيد الرئيس على الاهميه القصوى للجهود الدوليه المنسقه لانهاء وطاه المعاناه الانسانيه المتفاقمه التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني في غزه وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا أهمية الدفع كذلك نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عثمان صالح وزير الخارجيه الاريتري والسيد يماني جبر اب مستشار الرئيس الاريتري للشؤون السياسيه وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه السيد الرئيس تسلم رساله خطيه من اخيه الرئيس الاريتري اسياس افورقي تضمنت الاعراب عن تطلع اريتريا لتطوير العلاقات الثنائيه مع مصر على مختلف الاصعده في ضوء ما يربط البلدين من اواصر اخويه خاصه في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الاقليمي العديد من التحديات المتلاحقه مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك من جانبه اعرب السيد الرئيس عن تحياته وتقديره للرئيس افورقي مؤكدا حرص مصر المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين خاصه فيما يتعلق بالتنسيق بشان قضايا الامن الاقليمي فضلا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركه في شتى المجالات التنمويه وتنويع وتعزيز اطر التعاون بين البلدين. واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تطرق الى التباحث حول اخر التطورات الاقليميه ذات الاهتمام المتبادل خاصه فيما يتعلق بملفات القرن الافريقي والاوضاع في السودان الشقيق حيث تم التوافق على مواصله المشاورات على مختلف المستويات لمتابعه تلك التطورات تدعيما للامن والاستقرار في المنطقه